بتعمل ايه عند سعادة الرئيس؟ اصل حازم بيه كان سعادة. انت تحط الاكل وتخرج على طول. انت هتقف ترغي مع سعادة الرئيس وهو بياكل ولا ايه؟ مش عم سليمان فهمك؟ ايوه فهم. دول يا متولي، ده مصروف الشهر يا انشراح، واعملي حسابك على كده. انت بتودي فلوسك فين يا متولي؟ شهر طويل عريض ما تطلعش غير بكام ملطوش دول؟ ليه الناس بطلت تاكل؟ لا الناس بتاكل يا انشراح، بس زي ما تقولي كده رجلهم خفت على الطواجن شويه. الو؟ ايوه باشا. ايوه فندم. ايوه باشا حاضر بسرعة ومن غير تقلية. بكرة؟ حاضر يا فندم، حاضر يا فندم، تحت أمر سعادتك. مع ألف ألف سلامة يا باشا، مع السلامة. مين اللي بيطلب منك بسرعة في وقت متأخر زي ده؟ ده زبون. وزبون إيه اللي صحيك في نص الليل يا متولي؟ ويصحيني من الفجر كمان يا مشراح، لأن الزبون ده أحسن منك ومن اللي خلفوكي. وهالفاضي بقى في الكلام عشان ليلتك دي شكلها مش معدي على خير. ها يلا وريني بقى هتعمل ايه. انشراح، هي البصاره بتتعامل ازاي؟ الساده الحضور، انا وعدتكم برفع مستوى الطالب والمدرس خلال الفتره اللي فاتت، وافتكر تم عمل انجازات محدش يقدر ينكرها. وانا بصفتي كنقيب للمعلمين بوعد حضراتكم بمزيد من الانجازات خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. شبعنا بقى كلام ووعود. هي النقابه يعني بتعمل ايه للمدرسين؟ وزعلانين قوي ان هم بيدوا دروس خصوصيه. البلد دي لا يمكن حالها يتعدل طول ما نظام التعليم فاشل، وطول ما نظام التعليم فاشل يبقى النظام كله فاشل. يسقط نقيب المعلمين، يسقط نقيب المعلمين، يسقط نقيب المعلمين، يسقط نقيب المعلمين. الموضوع ده لا يمكن يتسكت عليه، لازم نصعده لأعلى مستوى، إن شاء الله حتى نروح للري. قبل انشراح. نعم. أنا شايف إن حضرتك عندك آراء بناءة وطاقة أحيانا مستخسر تستنزف هنا في النقابات. فإيه رأي حضرتك لو تشرفينا بالليل في مقر الحزب؟ حزب إيه؟ حزب المعارضة. هناك هتبقى كلمتك مسموعة أكتر. وكمان هتقدري تحققي اهدافك وتستخدمي طاقتك دي في حاجه تفيد البلد. النهارده احنا بنعيش مرحله غير مسبوقه من الديمقراطيه. الناس دلوقتي بتقول رايها في كل حاجه. جرايد كتير بتكتب نقد وهجوم. واحيانا عليا انا شخصيا. انا بيهمني في النهايه العمل والانجاز. مصلحه البلد عندي فوق اي اعتبار. موضوع البناء مهم جدا في كل مرحله من المراحل. ده بيساعد كتير في الدراسات والاصلاحات اللي بنقوم بيها يوم بعد يوم. بسم الله ما شاء الله، الريس كلامه حلو قوي، ربنا يديله الصحه يا رب. الشيله تقيله يا ابني، الله يكون في عونه.
وبياكل ايه ده يا اسطى؟ ده هتلاقيه مثلا بياكل على الصبح كده 4 كيلو جمبري ولا حاجه. والنبي انتهبل يا ابني، ده اكلته ضعيفه، شويه شوربه عدس، شوربه خضار، شويه بصاره، حاجات كده يعني. هو انت هتفتف اكل الرئيس كمان؟ كل المجهود اللي عملناه متولي. بنتمنى ان ربنا يوفقك. كنت فين لغايه دلوقتي؟ كنت في الحزب. حزب ايه؟ حزب المعارضه يا متولي. انضميت لحزب المعارضه يا شراح؟ احزاب البلد كلها فاضيه قدامك وبتدش، ما لقيتيش ان حزب المعارضه. انت خايف من ايه؟ وبعدين انا عايز افهم انت جبان كده ليه؟ ما هو مش معقول يا شراح، مش معقول تبقى انت في حزب المعارضه وانا. انت ايه بقى؟ انا راجل غلبان وعايز اعيش. وهي دي عيشه اللي احنا عايشينها؟ انت راجل على باب الله ومش لاقي تاكل، وانا بيتقطع نفسي طول الشهر عشان اخد في الاخر 170 جنيه، ولا لاقيين حتى حته اوضه وصاله يلمونا ونعيش فيهم، بالذمه دي حياه؟ وبعدين انا عايز افهم، مش السبب في كل ده مش الحكومه؟ اسكتي بقى انت ايه؟ لا بقى، ما هو الرئيس لازم يعرف الناس عايشه ازاي. اسمعي يا انشراح، انا هنا راجل البيت وكلمتي لا ترد. يا انا يا حزب المعارضه في البيت ده. دي معارضة ولا بلاش؟ عصاية شمسية رايحة البحر. خف شوية يا جبار. تعالى متولي. ايه رأيك في المظاهرات اللي حصلت في البلد؟ دول ناس عايزين أقمع رقبتهم، بيعطلوا المراكب السايرة يا باشا. انشراح مراتك أخبارها ايه؟ اتطلقت يا باشا. كل واحد انه يتظاهر او يختلف مع النظام، انما بدون تخريب. احنا احتوينا الموقف يا فندم. لازم اشوف الولاد دول واسمحهم بنفسي. انا هروح لهم النقابه واتكلم معاهم. ده قرار سليم يا فندم، هيتبسطوا قوي بالزياره دي. الموضوع خلص خلاص يا فندم، وبعدين انا شايف ان سعادتك تاجل الزياره دي شويه. اجلها ليه يا حازم؟ دواعي امنيه يا فندم، محدش ضامن، مش جايز حد يكون مدسوس وسطهم. مالك يا متولي؟ شكلك مش مبسوط. شوية مشاكل في البيت يا ريس. رد يا متولي. ألو؟ أيوه انشراح. إيه اللي حصل؟ اسم إيه؟ مصر القديمة؟ طيب ماشي ماشي. خير. مراتك مالها؟ المدام اتقبض عليها يا ريس، كانت ماشية في المظاهرة، بس الحمد لله خدت جزاءها. مالك ومال المظاهرات يا انشراح؟ لعلمك انا لا يمكن هسكت ولا هرجع عن موقفي، وبعدين ازاي طلعوني وسابوا بقية الزملاء كلهم جوه؟ انت طلعتني ازاي متولي؟ تعرف مين؟ وكنت فين ساعة لما كلمتك بالتليفون؟ انت طالعة من الاسم اتحققي معايا انا. هو اول الجواز كده يا ابني، لازم شوية خلافات ومشاكل لحد ما تتطبعوا على بعض. وبالصبر كل حاجة بتعدي. ربنا يخليك لينا يا ريس. هتوكلني ايه النهارده؟ نفسي سعادتك. ايه مالك؟ انت واقف قدام رئيس الجمهوريه، قول كل اللي في نفسك، ما تخافش من اي حد. نفسي اوكل سعادتك على مزاجي. وانا موافق، بس الموضوع ده يفضل سر بينا عشان ما تاذيش. هتاكلني ايه؟ طبق كشري بالدقة والتهلية يستاهل بق سعادتك. والله أنا نفسي رايحاله، بس شوية صغيرين عشان القولون. حمامة.
الزمالة يا متولي. أنا وشيفة رئيس. يا سلام، أحلى أكل في الدنيا أكل الشعب المصري. ميزة شعبنا أنه بيقدر يعمل من الحاجات البسيطة دي أشياء رائعة. قول لي يا متولي، طبق كشري بكام النهاردة؟ لسعادتك ولا لأي حد؟ لسعادتي إزاي يعني؟ ثمنه كام الطبق؟ 3 جنيه يا رئيس، بس لو سيادتك حبيت تحط شوية دقة زيادة، شوية تقلية، شوية حمص، يعمل له 5. قلت كام؟ 5 جنيه سعادتك، بس مش أنا اللي مسعره، وعهد الله. يعني أسرة بسيطة مكونة من 5 أشخاص عايزين يتغدوا كشري يدفعوا 25 جنيه. ده بيقولوا الطبق بنص جنيه. نص جنيه إيه سعادتك؟ الكلام ده كان من زمان، الحاجة ولعت. تفضل انت. كريم بيه، يا اهلا وسهلا. أأمرني يا فندم؟ سيادة الرئيس عايزني حالا. حالا يا فندم، حالا. كريم بيه، ما تعرفش سيادة الرئيس عايزني ليه؟ ما تعرفش، انا جاي حالا. صباح الخير يا رئيس. صباح الخير. تعال. كبشة مكرونة قد كده، معاهم شوية رز ومعلقتين عدس بجبة، عليهم شوية تقلية، دول يعملوا كام؟ يا رئيس أنا مش فاهم سعادتك تقصد إيه بالظبط. طبق الكشري بكام يا معالي الوزير؟ بنص جنيه يا رئيس. أنت بالك قد إيه ما أكلتش كشري؟ ولا انت غرقان في السيمو في مي والجمبري؟ يا رئيس دي اشاعات مغرضه، الهدف منها تشويه صوره الوزاره قدام سعادتك. طبق كشري مسعر في كل المحلات بنص جنيه، احنا مراقبين الاسعار كويس قوي. انا عن نفسي لسه اول امبارح واكل عند ابو طارق، الطبق بنص جنيه. عند ابو طارق زي ما بقول لسعادتك يا رئيس. ادينا ابو طارق. ابو طارق بتاع كشري يا ابني، مش ابو مازن. لا يا كريم بيه، الخبر ده المقصود منه البلبله واثاره الراي العام. لازم نعرف